بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ضمن سلسلة شروحات تطبيق مايكروسوفت فورم. اليوم سنتعرف في هذا الفيديو على طريقة تغيير واجهة تطبيق مايكروسوفت فورم من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس. لغة التطبيق ترتبط ارتباطا أساسيا باللغة المستخدمة افتراضيا في المتصفح. الآن كما يظهر أمام حضراتكم، أنا أستخدم واجهة أو تطبيق أو المتصفح الجوجل كروم. بالضغط على 3 نقاط في أعلى يمين الشاشة أقوم بالذهاب أو بالضغط باختيار سيتنج. بعد ظهور تلك النافذة أتجه إلى الأدفانسد ثم أختار اللغة. يظهر أمامنا كما يظهر أمام حضراتكم الآن أن اللغة المستخدمة هي اللغة الإنجليزية. يمكن أو بالضغط على هذا ستظهر أمامنا عدة لغات تم إضافتها، وباللون الأخضر أن اللغة المستخدمة أساسا في الجوجل كروم هي اللغة الإنجليزية. من الممكن التبديل عن طريق الضغط على 3 نقاط بجوار اللغة العربية ثم الضغط على Display أو المربع الأول، وبهذه الحالة لابد من إعادة تشغيل المتصفح مرة أخرى حتى يتم تطبيق تغيير اللغة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وكما يظهر أمام حضراتكم الآن، ظهرت صفحة الإعدادات بشكل مختلف، ولنتجه إلى المايكروسوفت فورم. كما يظهر أمام حضراتكم الآن، بعد أن كانت الواجهة باللغة الإنجليزية صارت باللغة العربية، وهذه الطريقة المثلى لغير معلمي اللغة الإنجليزية في المواد المختلفة لكي يظهر اتجاه نص الكتابة في الاختبار أو في الاستقصاء أو الاستبيان أو غيره من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين والعكس. وبهذا نكون قد نجحنا في تغيير وجهة تطبيق مايكروسوفت فورم. للرجوع إلى القائمة القديمة أو اللغة القديمة، كما يظهر أمام حضراتكم الآن أصبحت كلمة بدل كلمة فورم والمشترك معي أو نماذج المجموعات أصبحت تغيرت باللغة العربية، والآن تظهر الواجهة بهذا الشكل ولدينا نموذج جديد أو اختبار جديد. للقيام بنفس الإجراء وإعادة تغيير اللغة مرة أخرى نضغط على 3 نقاط، لكن هذه المرة في أقصى يسار الشاشة. نضغط على 3 نقاط ثم الإعدادات ثم نتجه إلى اللغة في الإعدادات المتقدمة. ستظهر أمامنا اللغات، نقوم بنفس الإجراء مرة أخرى ونغير أو نعود إلى اللغة الإنجليزية ونضغط على هذا ستنتقل إلى الأعلى. لكي يتم تطبيق هذا الإجراء على المتصفح لابد من إعادة تشغيل البراوزر مرة أخرى. سيتم إغلاق الصفحة وإعادة التطبيق كما كان إلى اللغة الإنجليزية. بهذه الطريقة يمكن استخدام المايكروسوفت فورم بكل سهولة ويسر حسب اللغة المفضلة. وأشكركم وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.